السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. هناك جملة وهي عبارة عن حكمة أنا أرددها دائما، كنت سمعتها في ثمانينيات القرن الماضي على ما أذكر في أحد الأفلام أو المسلسلات المصرية، وبقت هذه الجملة وهذه هذه الحكمة عالقة في ذهني حتى اليوم، وهي أن أحد أبطال هذا الفيلم قال للآخر، يعني طبعا باللهجة المصرية أنا سأقولها بالفصحى، قال له: من يصر دائما على أن يبقى في المقدمة لا يعرف في أي وقت تتغير قواعد اللعبة في الخلف. وهي فعلا جملة فيها كثير من الحكمة. وعلاش استعملت هذه الجملة؟ لأنني حينما أعود إلى قراءة الأحداث وملابسات وتطورات الصراع المغربي الجزائري والصراع المغربي الأوروبي الفرنسي الإسباني، لأن الجزائر مجرد واجهة لصراع مغربي مع قوى سياسية في أوروبا، وهذا الصراع هو عنده جذور تاريخية. الصراع يفرضه الموقع الجغرافي والموقع التاريخي للمملكة المغربية، وأنتم تعرفون هذا الموضوع، سبقنا تحدثنا فيه. قلت أنني ذكرت هذه الجملة لأنها تسري على ما يقع الآن، وهي تجسيد حقيقي لواقع الأحداث اليوم. لأنني حينما أعدت قراءة الأحداث وقراءة الأحداث، يجب دائما قراءة الأحداث التاريخية أن تقرأ في إطارها الزمني وإطارها الجغرافي، وتبعا للملابسات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية والعسكرية، كل المحيط بتلك الأحداث يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فعلا الجزائر كانت دائما بعنجهيتها وعقلية العسكر المتعفن، كانت دائما تصر على أن تظل في المقدمة في صراعها مع المغرب، أو في تمثيلها وتمثلها للصراع المغربي الأوروبي الذي له جذور، كما قلت، جذور تاريخية، واللي بغى يعرف يرجع يقرأ التاريخ. وعن جهية النظام الجزائري المنتفخ والمتسلط والمتعجرف، جعلته دائما يصر في خضم الصراع أن يظل دائما في المقدمة، سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، وظل خلال كل هذه المدة منذ 1963، حتى إذا أردنا أن نحتسب الزمن بشكل صحيح، منذ 1963 منذ حرب الرمال، حاول النظام الجزائري أن يظهر بمظهر القوة الإقليمية والقوة العسكرية والقوة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ومحاولة الهيمنة على المنطقة وإظهار المغرب والدولة المغربية بمظهر الدولة المتخلفة والنظام الرجعي، النظام التقليدي، النظام القمعي. وحاولت الجزائر أن تظهر نفسها للعالم بمظهر الدولة التقدمية، دولة الحريات، وكل الكلام تلك المفردات والجمل التي سمعناها لمدة أكثر من 50 عاما أو 60 عاما. قلت أن من يصر على أن يظل في المقدمة
ويقاتل من أجل أن يظل في المقدمة حتى ولم يكن حتى وإن كان لا يملك مقومات البقاء في المقدمة، حتى لو أنه كان يشتري هذا الموقع بالمال وبالرشاوة وبشراء الدمم وأيضا بالديماغوجيا وبالشعارات وبالارتماء في أحضان المعسكر الشيوعي وركوب فكرة الثورة والثوار والفكر التقدمي. الآن بعد أن مرت كل هذه السنين، تحديدا إذا أردنا أن نحددها ونضبط الكرونومتر، نبدأ من 1975 أو 76 إلى الآن. الآن المغرب استطاع خلال هذه المدة، وكنا نحن الذين عاصرنا حكم الحسن الثاني رحمة الله عليه، كنا نؤاخذ على الرجل كثيرا من المواقف والقرارات، وكنا لا نحسبها ونعتبرها أنها تراجعات أو أنها نوع من الخذلان ونوع من الانهزامية. ولكن الآن حينما نعيد قراءة الأشياء، قراءة المتأني والمتفحص والمرتاح، لأنك حينما تكون مرتاحا نفسيا منسجما مع ذاتك منسجما مع محيطك، تعرف كيف تقرأ الأشياء. الذي وقع هو أن الجزائر الآن في مرحلة أسميها بمرحلة الانحصار أو مرحلة الانهزام، لأن المغرب كما قلت حاول واستطاع خلال كل هذه السنين أن يغير قواعد اللعبة في الخلف، سواء على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري وعلى المستوى الدبلوماسي وأيضا حتى على المستوى الاقتصادي. وأنتم تعرفون موقع المغرب الآن في إفريقيا وفي العالم العربي وفي العالم، وتعرفون موقع الجزائر التي لولا البترول والغاز ما كان أحد ليسلم عليهم ولا ليمر من جانبهم. نعم، فقط البترول والغاز وما تنتجه تلك الأرض من خيرات تخرج من الأرض لتشترى بها الدمم والمواقف. الآن المغرب الذي استطاع أن يغير قواعد اللعبة بشكل كبير خلال هذه السنوات، وأنتم ترون تراجع عدد كبير من الدول في مسألة اعتراف بدولة الوهم، نزول إسبانيا عن عنجهية تنازلها عن عنجهيتها، الاعتراف الأمريكي، الموقف الصلب لدول مجلس التعاون الخليجي، دخول المغرب إلى إفريقيا والحضور السياسي والاقتصادي والاجتماعي أيضا للمغرب في دول إفريقيا، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي من الباب الواسع ومن الباب الكبير، في الوقت الذي كان في وقت ما قد خرج من الباب الصغير سنة 1984، وكنا ساعتها قد رفضنا ولم نفهم أن الظروف السياسية والظروف الاقتصادية كانت تفرض هذا الموقف، موقف انسحاب أو ما يقال بالفرنسية un pas en arrière pour deux pas en avant، خطوة إلى الخلف من أجل خطوتين إلى الأمام. المغرب الآن يعيد ترتيب الأوراق داخل الاتحاد الإفريقي، يبرز كقوة اقتصادية وسياسية قادرة أن تقود إفريقيا ليس بالعنجهية
وبتخرج العينين وبيشيلها اهتمام، ولكن بالفكر بالأفكار بالمشاريع بما نسميه القدرة على الريادة سافوار فير، يعني حسن التدبير والدفاع عن مصالح افريقيا. الان تغيرت الامور والمغرب استطاع ان يغير كما قلت كثير من قواعد اللعبه، والان ان شاء الله الاشارات التي نتلقاها والخروج الاخير للسيدة سيمو المسؤولة عن الخزانة الملكية وخروجها الى الصحافة، ونحن نعرف ان هذا النوع من الموظفين في الدولة المغربية خروجهم لا يكون الا بإشارات من مراكز القرار او مركز القرار السياسي في البلاد، ان المغرب الان سيتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وإلى إعادة صياغة الواقع السياسي والواقع الجيوسياسي في المنطقة واسترجاع الحقوق. لأننا حينما كتبنا سنة 1962 عبارة الحدود الحق في الدستور المغربي وظلت مكتوبة ومدونة في كل الدساتير التي عرفها المغرب منذ 1962 إلى 2011، لم تكن تلك العبارة عبثية، ولكنها كانت عبارة تقريرية أو جملة تقريرية الغرض منها هو تأجيل الملفات وما أسميه أنا بتنقيل لديبلاسمون أو ترحيل الملفات من مرحلة إلى مرحلة، لأن كثير من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في تدبير الدولة المغربية كان من الفروض حسب ما كنا نراه نحن، كان الفروض أن يتم حلها في ذلك الزمان، ولكننا لم نكن نعلم أن لكل آوان أدان لوقت أدانه، وأن مسألة ترحيل الملفات من زمن إلى آخر هو عمل ذكي، لأن 50 سنة أو 40 سنة في عمر الدول هي شيء، لأن عمر الدول لا يحسب بالسنوات ولا يكون يحسب بأكثر من ذلك، 40 أو 50 سنة في تاريخ دولة ليس شيئا كثيرا. إذا الآن العين على الحدود الحقة، الآن العين على الأرض التي هي حق تاريخي وحق شرعي للدولة المغربية وللشعب المغربي، لأننا نحن نقول الحدود الموروثة عن الاستعمار نحن نقول الحدود الحقة من كلمة الحق، والآخرون يقولون الحدود الموروثة عن الاستعمار. نحن نتحدث عن الحق والإرث هو حق، نحن نتحدث عن الأرض التي ورثناها من آبائنا وأجدادنا، والآخر يتحدث عن أرض ورثها عن الاستعمار. الآخر الذي يقول على أن الاستعمار فعل كذا وكذا، وأن الاستعمار مغتصب، وأن الاستعمار لص، وأن الاستعمار وقال فيه في الاستعمار ما لم يقله مالك في الخمر، والآن يأتينا بكل تبجح ويقول الحدود الموروثة عن الاستعمار. هل يعقل أن ترث لصا؟ اللصوص لا يرثون، بل الآباء والأجداد والأمهات والجدات هم الذين يرثون، أما اللصوص فلا يرثون، والمسروق لا يورث. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة، لا في الشرع ولا في القانون المسروق لا يورث. إنها مسألة وقت،
وإن شاء الله سندخل في معركة أخرى أساسها المعركة القانونية، أساسها الوثائق والتاريخ والمعطيات والخرائط والملفات، كما كنقولوا بالتاجة المغربية، واللي كيسال شي حاجة ياخذها. سلام عليكم.